اللي توعدوش كيف العادة اكتشاف المواهب هو هذا جاكم اليوم بحلة جديدة الحباب والأقاريب هذا يخبر هذا لكن تي عندك موهبة في أي مجال مرحبا نديرو لك تجربة شكون يعرف تربح وتجيبة تكسب قلوب الناس تسقال الموهبة كل نهار موهبة جديدة مع خالد وعدوش إن شاء الله تمشي بعيدة نقولكم كلمة المفيدة برنامج جميل قنبلة العيدة خالد وعدوش كيف العادة اكتشاف المواهب هو هذا جاكم اليوم بحلة جديدة الحباب والأقاريب هذا يخبر هذا لكن تي عندك موهبة في أي مجال مرحبا نديرو لك تجربة شكون يعرف تربح وتجيبة تكسب قلوب الناس تثقل الموهبة السلام عليكم خوتي خواتاتي مرحبا بكم معنا برنامج اكتشاف المواهب تحية لجميع المغاربة داخل المغرب وخارج المغرب مرحبا بكم معنا في البرنامج وشكرا لكم على الدعم والتشجيعات ديالكم اليوم غادي نستضيفوا معنا واحد الفنان فكاهي اللي غادي يعرفنا بالاسم ديالو السلام عليكم وعليكم السلام الاسم ديالك ايوب تحتاح ايوب تحتاح ناضي نتم الاسم بين فكاهية ياك تحية تحتاح شكون هي الهواية ديالك الفكاهة أيه. عزيزة عليك الفكاهة أيه. عزيزة عليك الضحك أيه. كي كدير باش الضحك أتيكا وأتيكا وأتيكا تحية ليك شكرا لكم خوتي خواتاتي غادي نتعرفوا عليه عن قرب وغادي نسولوه فوقاش بديتي هذه الموهبة إوا غنيت العام اللي فات أيه. كي درتي بديتي زعما كيفاش طاحت لك الفكرة كيفاش طاحت لي الفكرة واحد الأستاذ كيعاونا كان خاصكم باش ديروا هادشي اللي عنده شي موهبه اللي عنده شي حاجه باش يديرها صافي ونيتو درنا واحد الحفله ودارولنا واحد الحفل ودرنا نيت وتما نيت عرفت راسي بين قلتيهم بالضحك كل شيء طاح بالضحك قلتيهم نيت يا حتى موقع حي حتى الله يرحمه ويسع عليهم هي المؤسسه دابا سده المؤسسه سده يا عيالي كنشجعك بزاف كيف قلتي واش شاركتي زعما غير في ديك المؤسسه ولا شاركتي في مؤسسه لا شاركت غير في ديك المؤسسه نيت واش كطمح تولي شي فنان نيت مجال ان شاء الله ان شاء الله واش كتقول للجمهور ايوا كنقول للجمهور واقفين معاك بالرضا نتاعك وهادشي اللي كدير كيعجبهم كيعجبهم كيشجعوك ويديروا المسرح ياك ما حتى هما قلت لهم بالضحك تحية ليك شكرا ليك بين وجه فكاهي وجميل جدا وكنتمناو لك التوفيق والخير ان شاء الله لقدام وما تقطعوش في هذا الفنان هذا ومازال غادي يشارك معنا ان شاء الله في اعمال اللي غادي تقدمها فرقه ديال المسرح هنا بمدينه ميدلت وغادي تكون ان شاء الله حتى انت من المشاركين فيها لا انت لا مجموعه ديال الاخوان اللي غادي نقدموا ان شاء الله افلام قصيره غادي نقدموا كاع داك الشيء ان شاء الله اللي كنا كنطمحوا له وكنتمناه باش يكون في هذه البلاد غادي نحققوه بولاد البلاد فتحيه لكم وتحيه لولاد البلاد وكنقول لكم تشجيعاتكم وغادي نخليكم مع الفقره الفكاهيه اش كتقول للجمهور دعموني عاونوني دعموني باش نوصلوا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله وباش نوصلوا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله العز تحيه لكم خوتي خواتاتي وكنقول لكم تبارك الله عليكم وتسناو الفقره ديالو تشاو والسلام عليكم ومشيت لمراكش مشيت لمراكش واحد النهار ملي مشيت لمراكش تلاقيت مع واحد السيد قال له تعطي الله الا ما عطي له هذا واحد جوج دراهم قلت له لا واش كاينه شي خدمه قال لي كاينه خدمت معاه منين خدمت معاه بزاف عليا اخوتي بزاف عليا في الفطور اتيكا اتكا اتيكا اتكا وفي الغدا ها هو ليك البنيه الله يهديك ها هو ليك البنيه الله يهديك
وفي العشاء وامي لالا انشر بعدي بسويني امي لالا. وقلت له ومشيت عنده قلت له المعلم راه بزاف عليا انا شي قلت له انا ماشي عاوني قال لي لا ما عجبتك نبدلوها ويقول او دابا الحق دابا الحق دابا الحق ومراكش وهي سبعه رجال. ومشيت قلت مشيت للصحراء مشيت للصحراء على رجليا قلت باش نستراح في الصحراء قلت باش نستراح قلت باش نستراح شافني عتروس هو ينطحني قلت ماشي مشكل هذا عتروس ما يعرف والو هو عاود يتبعني هو ينطحني وقلت ماشي مشكل وعاود يتبعني هو ينطحني وانا نطحو طاح مات جا مولا قال لي خاص خبرك طيارك عند ساحة مولانا واش بيك قتلت العتروس ومازال ما تجاتش هذا اللي غوت عليا وانا نطحو طاح حدا العتروس ديالو. مشيت لفاس مشيت لفاس ومشيت لفاس مشيت لفاس منين مشيت لفاس مشيت حتى لقيت بقيت كندور تمايا منين بقيت كندور تمايا بانت لي واحد البنت عجبتني ومشيت لعندها قلت لها راكي عجبتيني قلت لها راكي عجبتيني وراه بغي واش نضربو لك حلف البيض قالت لي نضربو لك حلف البيض صافي ديتها تزوجت بها ديتها معايا لميدلت جينا انا وياها تما فاش كملنا العرس ديالنا ديتها معايا لميدلت منين ديتها معايا لميدلت وكملنا العرس ودرنا العرس ومنين درنا العرس وفرحنا ونشطنا وتحيه للصحراء المغربيه من طنجه للقويره وشكرا.